الفيفا ما ردتش عليه، فهم تيقنوا ان هم هيدفعوا حاجه و60 مليون جنيه. بدأ كهربا الاهلي كبيره كبيره هيدي كهربا 15 مليون جنيه، مش عارف ال 10 مليون بتوع الموسم ده او ال 12 مليون، وليه 3 مليون من الموسم اللي فات. حلو حلو. وليه؟ لا، الفيفا مش مشغولة بكاس العالم، الفيفا عندها اللي هي لجنة بتاعت اللي هي فض المنازعات دي والكلام ده، الناس دي شغالة على طول، يعني ده شغلهم. يعني انا لسه كنت في شغل النهاردة وانت لسه كنت في شغلك النهاردة، كلنا بنروح اشغلنا. فالفيفا لا، شغالين مفيش مشاكل. فما ردوش على كهربا ولا على المحامي بتاعه. الاهلي مجهز لكهربا 15 مليون جنيه وهم جاهزين دلوقتي. كهربا هيحط من معاه 30 مليون جنيه، لان كهربا عاوز تبقى العقوبة بالنص، انا ادفع 30 وانتوا 30. فالاهلي قال له لا، انا 15 عقدك بس، وكهربا معاه 30، بقوا 45، عشان نروح لل 65 مليون بالتقريب حوالي 20 مليون. ال 20 مليون دول هما اللي مخليين كهربا جاب القط ويقلبه يبقى كلب، وبعد كده يقلبه يبقى قط ويقلبه يبقى كلب، ولا انا عارف يا اخويا هو يقصد مين بالقط ولا يقصد مين بالكلب، والموضوع شكله فيتطور. وانا بس في حاجه، اليوم اللي كهربا هيدفع فيه الغرامه كامله هطلع على الفيسبوك وعلى اليوتيوب هفضح الهبيده اللي قالوا هيدفع نص الغرامه، لا ونص الغرامه وهيقسط النص ده كمان. يا اخي حرام عليك، يا اخي حرام عليك. فده بالنسبه للواد كهروب اللي بياكل خروب وبيحب الهروب. فكهربا في ازمه، هنشوف الفتره اللي جايه احنا رايحين لفين. والله العظيم رايحين لسواد، انا بحلف بالله العظيم رايحين لسواد. ومش عايز اقول لك، ولا خليها مفاجاه، اقولها ولا خليها مفاجاه؟ طب هقولها لك، ومش هقول لك ارزع اللايك عشان اقولها لك، هقولها لك. فاكر الايام بتاعت المستشار تركي الشيخ لما كان يطلع يضرب بوست من هنا واحنا كلنا نسخسخ من الضحك، قال هلافيت واحنا نسخسخ، ومش عارف قاعد يقول ايه تاني، واحنا انت عصابه واحنا نسخسخ، ويقول لاحمد شوبير اسمع يا احمد اسمع يا احمد، فاكرين؟ واحنا نقعد نضحك. الايام دي رجع، الايام دي رجع، بس ما بين الاهلي وكهربا. وخد من اخوك حاجه و60 مليون. نسيت اقول لك حاجه مهمه قوي. في كلام من الناس الاقتصاديين عمال اسمعه اليومين دول وعمال اقراه، معرفش ايه صحته. في كلام بيقول لك ان الفتره اللي جايه او على اخر الشهر ده الدولار هيطلع طلعه تاني. الدولار عنده طلعه. فلو الدولار طلع الطلعه دي اقسم بالله هنقعد نضحك انا وحضرتك ضحك موت، ضحك موت. فالفتره اللي جايه حلوه، الفتره اللي جايه حلوه، اعمل لايك وشير بقى وخليك حلو. ده بالنسبه لابو الكهارب الهارب. في الصيف في انتقالات يناير في صفقتين نفسي الزمالك يعملوا، وصفقتين مهمين جدا 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 للزمالك. يا عم ده القيد مقفول، ومش القيد مقفول سوري، الحجز على الارصده وعندنا مشاكل، وعندنا مشاكل حجز. والله العظيم لو هنستلف، لو المستشار يعمل قرض ويجيب الصفقتين دول، اهم صفقتين للزمالك الموسم ده. مين هما؟ حد عارف مين هما؟ هما قبل ما اقول لك الصفقتين لغايه ما انت تكتب لي على الفيسبوك وعلى اليوتيوب مين هما، عاوز اقول لك لعيب ثالث غير الصفقتين دول، هنجي لهم دلوقتي. لعيب ثالث ان شاء الله باذن الله، يعني 99%، ال1% ده اللي هو لما يحصل حاجه غريبه، انما ال99% محمود شبانه راجع الزمالك.
الزمالك هيدفع مليون جنيه اللي سموحه دفعهم هيرجعهم له، ويرجع محمود شبانه. فان شاء الله محمود شبانه هيرجع يدعم خط الدفاع بتاع نادي الزمالك في انتقالات يناير القادم. مين بقى الصفقتين يا سيدي؟ اول صفقه وهي صفقه ناصر منسي. ليه صفقه ناصر منسي مهمه؟ لانه من افضل المهاجمين اللي موجودين في الدوري المصري. الحاجة التانية ان مفيش وقت الزمالك يدور على مهاجم افريقي، وكمان حتة الخمس لعيبة الاجانب اللي هم مقيدين، وعشان تجيب لعيب اجنبي خامس لازم تمشي لعيب من الاجانب الموجودين، فقصة كده مفيش وقت ليها. فانسب واحد انه يدعمك في خط الهجوم هو ناصر منسي. ليه انا بقولك الكلام ده؟ لان انت عندك دوري ابطال افريقيا هيبدأ في فبراير، عندك الدوري طويل، عندك الكاس، عندك ماتشات الرابطة، عندك ممكن تلعب في دوري ابطال افريقيا ان شاء الله تكمل للمباراة النهائية، اصابات، انذارات، ايقافات. فانت محتاج ناصر منسي بشكل مش عايز اقول لك لو هنعمل كارد، والله لو لسه في حجز على الارصدة والله لو هنعمل كارد نجيب ناصر منسي. فده من اهم الصفقات اللي نفسي تحصل. نفسي ناصر منسي يعني يحصل اتفاق كده وناصر منسي يكون لاعبا في نادي الزمالك. الحاجة التانية اللي نفسي فيها او اللي نفسي يجي انك تعمل لايك، ارزع اللايك، هعرف كل شوية افكرك، يمكن تكون انت بتنسى، اعمل لايك وشير وخليك حلو كده. الحاجة التانية اللعيب التاني بقى مين؟ حد عارفه؟ حد عارفه؟ طيب عشان ما عطلكمش، الحاجة التانية وهو او اللعيب التاني مروان عطية. يا عم محمد احنا عندنا دونجا، وعندنا عمرو السيسي، وعندنا رؤى، وعندنا امام عاشور، وعندنا مين تاني؟ احنا جايبين تاني مين في نص الملعب؟ عندنا لعيبه كتير. زكريا الوردي، انت عندك خمس لعيبه بيلعب منهم اتنين او ثلاثه، عاوز ليه مروان عطيه؟ اولا مروان عطيه عنده 23 سنه فسنه حلو، يعني انت بتجيب لبكره، ده رقم واحد. رقم اتنين صفقه سهله، استاذ محمد مسلحي طلع واعلن على شاشات التلفزيون وقال ان مروان عطيه خلاص لو هيمشي هيروح نادي الزمالك، ده رقم اتنين. رقم ثلاثة اللعيب زملكاوي وعيلته كلها زملكاويه. رقم اربعة بقى والمهم، يا عم انا مش محتاج مروان عطيه. انت مش محتاج مروان عطيه بس لازم تلعب بسياسه الاهلي اللي بيلعبها معاك. يا عم ليه العب بسياسه الاهلي؟ عشان العين بالعين والسن بالسن والبادي اظلم. يعني ايه الكلام ده يا عم محمد؟ يعني الاهلي محتاج مروان عطيه، والاهلي حاطط عينه على مروان عطيه، وعمرو السوليه دخل على 34 سنه، وديانج عاوز يحترف، وحمدي فتحي بتيجي عليه الدقيقة 70 ولا 60 وبيركبوا له أنبوبة أكسجين بيبقى بيموت. حلو؟ حلو. فالأهلي محتاج مروان عطية عشان السنة الجاية. تقوم أنت عامل إيه؟ تحرم منه الأهلي. ومروان عطية يبقى عندك نفس اللي كان الأهلي بيعمله قبل كده، بيجيب لعيبة عشان يحرم الزمالك منها. وخلي بالك أنت مش هتجيب مروان عطية تحرم الأهلي منه. مروان عطيه لو جه هيلعب، تخيل عمرو السيسي ومروان عطيه في نص ملعبك، والتالت بتاعهم امام عاشور. ده انت ناقص لك جوز عساكر وتعلن الحرب. تبقى خط وسط ناري، مروان وعمرو السيسي وامام عاشور، وعندك زكريا الوردي، وعندك رؤى فيلم، ودونجا فيلم 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 يعني فيلم رعب. فاتمنى الصفقتين دول الزمالك يركز عليهم بشكل كبير جدا جدا جدا.